هاي. بيوصل عدد المؤثرين والناشرين الرقميين حول العالم لأكثر من 200 مليون، وهن الأشخاص يلي بنوا سمعة بسبب معرفتهم وخبرتهم بموضوع معين، فبينشروا منشورات منتظمة حول هالموضوع على قنوات التواصل الاجتماعي وبكونوا عدد كبير من المتابعين. بينقسم المؤثرين لمستويات مختلفة، الميجا انفلونسرز بيتمتعوا بعدد كبير من المتابعين بيتخطى المليون، الماكرو انفلونسرز اللي أقل بشوي من المشاهير التقليديين عندهم حضور بارز على الانترنت بيتراوح عدد متابعينهم بين 100,000 والمليون. مايكرو انفلونسرز عندهم بين 1,000 و 100,000 متابع، وأكثر من نص المسوقين بيستثمروا من خلالهم. نانو انفلونسرز عندهم أقل من 1,000 متابع وبيتلقوا بغالب الأحيان منتجات مجانية مقابل المراجعة أو التأييد. 86% من النساء بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على نصائح خاصة بالشراء. مين قال إنه 70% من المراهقين بيوثقوا بالإنفلونسرز أكثر من المشاهير؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.